سارة على السريع موتر خالد مرفع على هدر وعليه بعض التعديلات. لاند كروزر الجديد 409 حصان 650 نيوتن الجير 10 سرعات كحلام موتر معدل الى 400 حصان بسوق ابو عبد الله وانا بسوق هذا نجرب التسارع على السريع ونشوف اداء 8 سلندر مع معدل. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله على الصامت صار فرق كبير اكيد 8 سلندر لكن ان شاء الله ينزل لك انتباهك يصير صوت اقوى. خالد ما شاء الله تبارك الله طرب ياباني يا الحبيب. يلا الحين نقول بسم الله نجرب باذن الله. ما شاء الله فرق التبترونك فرق يا الحبيب. احنا خلناها باي باي يا حبيبي. معقوله عشان الدي؟ لا 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 واحنا خلناها بالذيب يا حبيبي الفرق. لا 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 مو معقول ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله لف لي حط 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 واحد عنده رقم واحد اسكلام اسكلام